الحقيقه برضو انتصارات وانجازات النادي الاهلي عامله ازمه وصداع للبعض. في بعض الناس مش حابه ان النادي الاهلي يكون في المقدمه المصريه والافريقيه، يعني كل ما يفوز وينتصر وما يلاقيش نفسه طرف بتلاقي دائما ما هناك صراخ وعويل في هذه الاماكن. احد الفصحاء، معرفش انا بقولها صح ولا غلط، بس هو احد الفصحاء يعني بيقول ايه بقى، ان الترجي فريق عادي وكان ممكن يخسر اكتر من كده لانه في لعيبه غايبه ومش مستوى الترجي. يعني نفس الفصيح من شهر قال ايه، مش انا اللي بقول، هو اللي بيقول اقوى مجموعه هي مجموعه الترجي. اه والله هو قال كده مش اسلام. ترجي كانت ساعتها يعني اقوى مجموعه، ترجي والزمالك وشباب بلوزداد والمريخ السوداني. ده كلامه. ترجي تصدر هذه المجموعه الاقوى على حسب رايه. النهارده الترجي اضعف فريق عشان لمجرد ان هو بيقابل النادي الاهلي. على فكره يظل دائما النادي الترجي هو واحد من اهم وافضل واكبر الفرق. خلاص ده راينا احنا هنا في قناه الاهلي، عمرنا ما هنقول على الترجي ضعيف ابدا مهما كانت الامور، ولا كنا بنقول عليه ضعيف لما كسب الفرق اللي لعبها في مجموعته وتصدر على مجموعته. بالعكس كنا بنقول عليه فريق قوي، ويظل دائما فريق الترجي فريق قوي. واحد تاني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيكرر السيناريو اللي بيتقال قبل كده، لو المقاولين كان لاعب الترجي في رادس كان هيكسبه. احنا بنحترم فريق المقاولين جدا، انا شخصيا يعني بقياده الكابتن شوقي غريب، قالها قبل كده مع الرجاء هذا الشخص يعني، وبيقولها دلوقتي. انا مش فاهم الحقيقه ايه المقارنات دي، وهو كده يعني هو حضرتك بتقلل من نادي ايه، المقاولين ولا مش قصدي مش عارف انت بتعمل ايه. المقاولين ده نادي له تاريخ كبير جدا جدا محليا وافريقيا، ولا انت عايز تقلل من فوز النادي الاهلي وخلاص؟ طيب الترجي ضعيف، ليه حضرتك الترجي تصدر مجموعته طالما ان الترجي ضعيف؟ كان في ثلاث فرق تانية ممكن تكسب الترجي، ده في فرق اتغلبت في ارضها وبره ارضها. تعرف حضرتك ان لولا النادي الاهلي مش هيكون رصيد الأندية المصرية على الساحة الأفريقية إلا ضعيف جدا لولا النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي هو دائما حامل لواء الكرة المصرية على الساحة الأفريقية، والأهلي دائما بيدافع عن سمعة الكرة المصرية. احنا خسرنا الدوري سنتين اللي فاتوا، لسه لم ينتهي الدوري السنة دي طبعا، ولكن كم من الاخطاء التحكيميه وكم من الضغط المباريات اللي حضرتك، مش عايز ارجع اتكلم في هذه الامور، ولكن كان هناك اتجاه معين ان الاهلي يخسر، وخسرنا السنتين اللي فاتوا، لكن السنه دي الحمد لله والشكر لله الامور مختلفه تماما. هناك بعض العداله